مهما قلت مش هقدر اوصف لكم سعادتي قد ايه بوجودكم هنا. يعني انا بجد مش مصدق عينيا. خد راحتك خد راحتك. ربنا انت انسان جميل والله يا استاذ زائر، ربنا يخليك. لا بجد انا حاسس ان انا في حلم وخلاص هيبقى حقيقه بيكم. يعني طبعا مهرجان بحر النجوم عارفينه قد ايه هو مهم يعني فنيا وسياحيا، بس هو مش مجرد يعني مهرجان للموسيقى، هو بيبقى مهرجان للمينا كلها عندنا، يعني للحياه كلها عندنا في المينا. يعني معلش الكلام. في هنا اصرف عليها اساميكم كلكم حضراتكم، يعني ويعني فيها حضرتك كل التفاصيل. انا مش متلم على عصبي صراحه. لا يهمك. اسمحوا لي بقى الفرصه دي اقدم لكم التاريخ، جدي الاستاذ توفيق مختار. يعني مهرجان بحر النجوم يعني اي انتاج موسيقي قديم ناجح. جدو اتفضل. متشكر قوي متشكر قوي انكم جيتوا. يا اهلا وسهلا. متشكر يا وائل. الله يخليك الله يخليك. انا كده ضمنت ان الصاله كلها مليانه البنات الحلوين اللي بيحبوك. وانا بودك انه مش هخيب لهم امالهم وهغني لهم من قلبي. وانت عشمنا فيك برضه يا حبيبي. ازيك يا هيك؟ انا منيحه قوي. تعالي يا بنتي سلمي عليا. تاني يا ماما. ربنا يحفظك لجمالك يا بنتي. اتفضلي استريح. ما انت بقى يا كاروكي، ايه الصوت الجميل والاحساس الجميل؟ كلك ذوق كلك ذوق. وانت يا احمد مش هتبطل شقاوة؟ يا ريت البنات تحبني زي ما بتحبك. اما انت يا رويده فحكايه لوحدك يا بنتي. يا خليك تسلم.